النهارده ان شاء الله هنركب اللياقه بتاعت الشميز. اللياقه بتاعت الشميز اول حاجه النهارده هنركبها في الشميز نفسه. احنا لما رسمناها قلنا ان احنا سايبين سنتي قماش بره، السنتي ده بنحطه قدام واحنا بنركبه بنخليه نازل بحرف الري، ما بنخليهوش بدايره عشان يجيب دوران الرقبه. يبقى احنا بنخليه حرف الري. اول حاجه بنركب نفتح ديت اللي فوق ونخيط عادي ونمشي مع دوران الرقبه بنفس العرض. واحنا بنشتغل بنشتغل على وش القميص، على وشه مش على ظهره. ودي برضه اخرها يبقى نازل برضه على حرف الري، وبعدين بنعرش الحته اللي فوق ديت. وبنيجي القميص من جوه بنقلب، بندخل الحته دي كده، قربنا بندخل دي جوه كده ونمشي عليها كده. بيبقى القميص ظهره مع وش الفوزلين، مع الوش الوش اللي هي ظهر الشميز مع وش الفوزلين. بنيجي في الاخر بندخلها جوه برضو وبنظبط شكل اللي هي كده. لما يكون الوش الفوزلين على ظهر القماش، لما نيجي نقلب الشميز كده يبقى وش الفوزلين من بره مع البلوزه نفسها من بره. دي حاجه. الحاجه الثانيه بنحط دي نوع من انواع الطباعه اسمها طباعه ترانسفير، بيتحط بيتعمل تيكت بالشكل ده كده على ورق اسمه ورق ترانسفير، ورق للطباعه. اللي عايز يعمل صورته، عايز يعمل حاجه على التيشيرت، يكتب يارس، يعمل عريس وعروسه، يعمل اي حاجه اي شكل. انا دلوقتي عامل شكل واحد اللي هو ايه اسمي بتاعنا سيد علي، وبقشره كده وبحطه في نص اللياقه وبشغل عليه. طبعا مش عايز اقول لكم ممكن تحطوا اي اسم، يعني لو بتشتغلوا جاهز ممكن اي ماركه اي حاجه تتبع وتبان كانه جاهز بالظبط، لكن انا دلوقتي بحط اسمي انا. بنقل البخار حوالي 20 ثانيه مثلا وبنضغط على المكوى البخار، وبعد كده بنرفع بنلاقي التيكت ركب، لا بيتشال ولا بيتعمل. وده نوع من انواع الطباعه، يعني احنا طبعنا طباعه اسمها ترانسفير على البلوزه. شكرا.